السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه لتصحيح التمرين رقم 44 من الدرس الثاني، الاشتقاق وتطبيقاته، دراسة الدوال. نص التمرين يقول: لتكون F دالة معرفة على المجال E، المجال نصف مغلق على الإعصار 0 بي على 2 بي، F ل X تساوي 2 سينوس X زائد تانجنت X ناقص 3 في X. السؤال الأول: بين أن لكل X من المجال E F بريم ل X تساوي 1 مقسوم على كوسينوس مربع ل X عامل ل 2 كوسينوس مكعب ل X ناقص 3 في كوسينوس مربع ل X زائد 1. سؤال 2: لتكون J دالة معرفة ب J ل T تساوي 2 T مكعب ناقص 3 T مربع زائد 1. 2 1 احسب J ل 1. 2 2 بين أن لكل تي من المجال المغلق 0 1 جي لي تي أكبر من أو يساوي الصفر. السؤال الثالث: استنتج تغيرات الدالة F على المجال E. ثم السؤال الأخير: بين أن لكل X من المجال E لدينا 2 سينوس X زائد تانجنت X أكبر من أو يساوي 3 X. لنبدأ بالسؤال الأول لنبين بأن لكل X من المجال E لدينا F بريم لـ X تساوي 1 مقسوم على كوسينوس أس 2 لـ X عامل لـ 2 في كوسينوس أس 3 ل x ناقص 3 في كوسينوس أس 2 ل x زائد 1. لدينا f ل x تساوي 2 سينوس x زائد تانجنت x ناقص 3 x. الدالة سينوس قابلة للاشتقاق على المجال E لأنها قصور دالة قابلة للاشتقاق على R، والدالة المعرفة ب 2 سينوس x قابلة للاشتقاق على المجال E كجدا دالة قابلة للاشتقاق وعدد حقيقي. ثم دالة أو الدالة المعرفة ب تانجنت x قابلة للاشتقاق على المجال E كخارج دالتين قابلتين للاشتقاق. الدالة الأولى هي سينوس والدالة الثانية هي كوسينوس، مع أن الكوسينوس لا ينعدم على هذا المجال. ثم الدالة المعرفة ب ناقص 3x قابلة للاشتقاق على المجال E لأنها قصور دالة قابلة للاشتقاق على R، دالة حدودية. إذن الدالة F المعرفة بهذا التعبير قابلة للاشتقاق على المجال E كمجموع دوال قابلة للاشتقاق، ولدينا مهما يكون X ينتمي إلى E مشتقة F هي مشتقة هذا التعبير، والتي تساوي 2 في مشتقة سينوس زائد مشتقة تانجنت ناقص 3 في مشتقة x. مشتقة السينوس هي الكوسينوس، مشتقة تانجنت x هي 1 على كوسينوس أس 2 ل x، مشتقة x تساوي 1، 1 في ناقص 3 يعطي ناقص 3. المرحلة الموالية نقوم بتوحيد المقام، المقام الموحد هو كوسينوس أس 2 ل x. من أجل هذا نقوم بضرب وقسمة التعبير الأول والتعبير الأخير في كوسينوس أس 2 لـ x. 2 كوسينوس x في كوسينوس أس 2 لـ x هي 2 كوسينوس أس 3 لـ x، ثم ناقص 3 في كوسينوس أس 2 لـ x هي ناقص 3 كوسينوس أس 2 لـ x، فنحصل على 1 مقسوم على كوسينوس أس 2 ل x عامل ل 2 كوسينوس أس 3 ل x ناقص 3 في كوسينوس أس 2 ل x زائد 1، وهذا هو المطلوب. سؤال 2 1: لنحسب j ل 1 علما أن j ل t تساوي 2 t مكعب ناقص 3 t مربع زائد 1. إذن سنعوض التي في هذا التعبير بالعدد 1، فنحصل على ج ل 1 تساوي 2 في 1 أس 3 ناقص 3 في 1 مربع زائد 1. 1 مكعب هو 1 و 1 مربع هو 1. 2 في 1 تعطي 2 ناقص 3 في 1 تعطي ناقص 3. 2 ناقص 3 زائد 1 تساوي 0، وبالتالي 0 هي صورة 1 بالدالة ج. سؤال 2 2: لنبين أن لكل تي من المجال المغلق 0 1 ج لتي أكبر من أو يساوي الصفر. بما أن ج لواحد يساوي الصفر، هذا يعني بأن الحدودية 2 في تي مكعب ناقص 3 في تي مربع زائد 1 قابلة للقسمة على تي ناقص 1. إذن
اثنان في تي مكعب ناقص ثلاثة في تي مربع زائد واحد تساوي تي ناقص واحد حدودية من الدرجة الأولى في حدودية من الدرجة الثانية والتي تكتب على شكل أ تي مربع زائد بي في تي زائد سي، مع أن أ وبي وسي أعداد حقيقية يجب تحديدها. من أجل هذا سنستعمل القسمة الأقليدية. للحصول على 2 تي أس 3 سنقوم بضرب تي في 2 تي أس 2. 2 تي أس 2 في تي تعطي 2 تي أس 3. 2 تي أس 2 في ناقص 1 تعطي ناقص 2 تي أس 2. ثم نمر لعملية الطرح. 2 تي أس 3 ناقص 2 تي أس 3 تساوي 0. ناقص 3 تي مربع ناقص ناقص 2 تي مربع تساوي ناقص تي مربع، ثم زائد 0 في تي زائد 1. للحصول على ناقص تي أس 2 نقوم بضرب تي في العدد ناقص تي. ناقص تي في تي تعطي ناقص تي مربع. ناقص تي في ناقص 1 تعطي زائد تي. ثم نمر لعملية الطرح. ناقص تي أس 2 ناقص ناقص تي أس 2 تساوي 0. ثم 0 تي ناقص زائد تي تعطي ناقص تي، وأخيرا زائد 1. للحصول على ناقص تي نقوم بضرب تي في العدد ناقص 1. ناقص 1 في تي تساوي ناقص تي. ثم ناقص 1 في ناقص 1 تساوي زائد 1. نمر لعملية الطرح فنحصل على 0. وبالتالي 2 تي أس 3 ناقص 3 تي أس 2 زائد 1، هذا التعبير يساوي تي ناقص 1. هذا التعبير عامل لي 2 تي أس 2 ناقص تي ناقص 1. هذا التعبير. لدينا مهما يكون تي ينتمي إلى المجال المغلق 0 1، جي للتي تساوي تي ناقص 1 الكل عامل لي 2 تي أس 2 ناقص تي ناقص 1، لأن جي للتي هو هذا التعبير. من جهة أخرى لدينا 2 تي أس 2 تساوي تي أس 2 زائد تي أس 2، ثم نضيف ناقص تي ناقص 1 للطرفين معا، الجمع تبادلي فنحصل على تي أس 2 ناقص 1 زائد تي أس 2 ناقص تي. 1 هو 1 أس 2، ثم هنا نقوم بالتعميل بالتي فنحصل على تي عامل للتي ناقص 1. التعبير الأول ما هو إلا المتطابقة الهامة رقم 3، تي ناقص 1 الكل عامل للتي زائد 1. ثم نعمل بالعامل المشترك تي ناقص 1 فنحصل على تي ناقص 1 الكل عامل لي تي زائد 1 وهنا زائد تي. تي زائد تي يساوي 2 تي. وبالتالي 2 تي أس 2 ناقص تي ناقص 1 يساوي تي ناقص 1 الكل عامل لي 2 تي زائد 1. لدينا جي للتي تساوي 2 تي أس 3 ناقص 3 تي أس 2 زائد 1. حسب ما سبق تساوي تي ناقص 1 الكل عامل لي 2 تي أس 2 ناقص تي ناقص 1، وهذا التعبير الأخير هو تي ناقص 1 الكل عامل لي 2 تي زائد 1. إذن نجد جي للتي تساوي تي ناقص 1 الكل أس 2 عامل لي 2 تي زائد 1. بما أن لكل تي من المجال المغلق 0 1، تي ناقص 1 لكل أس 2 أكبر من أو يساوي الصفر، هذا التعبير موجب. هذا يعني بأن إشارة جي للتي على المجال 0 1 هي إشارة 2 تي زائد 1. ولدينا مهما يكون تي ينتمي إلى المجال 0 1، تي محصور بين 0 و 1. نقوم بضرب جميع الأطراف في العدد الحقيقي الموجب قطعا 2، نحتفظ بنفس الترتيب فنحصل على 2 تي محصور بين 2 في 0 و 2 في 1. 2 في 0 هو 0، 2 في 1 هو العدد 2. ثم نقوم بإضافة العدد 1 لجميع الأطراف، نحتفظ بنفس الترتيب. 0 زائد 1 هو 1، و 2 زائد 1 تساوي 3. هذا التعبير الأخير يعني بأن 2 تي زائد 1 أكبر قطعا من الصفر. وهذا يعني بدوره بأن مهما يكون تي ينتمي إلى المجال 0 1، جي للتي أكبر من أو يساوي الصفر.
لأن التي ناقص واحد الكل أس 2 أكبر من أو يساوي الصفر، وإثنان التي زائد واحد أكبر قطعا من الصفر، إذن فالجداء أكبر من أو يساوي الصفر. السؤال الثالث لنستنتج تغيرات الدالة F على المجال E. لدينا مهما يكون X ينتمي إلى E، F بريم لX تساوي 1 مقسوم على كوسينوس مربع لX عامل لي 2 في كوسينوس مكعب لX ناقص 3 في كوسينوس مربع لX زائد 1. ومهما يكون X ينتمي إلى المجال صفر باي على 2 كوسينوس X محصور بين صفر و 1. حسب السؤال السابق مهما يكون تي ينتمي إلى المجال صفر 1، 2 تي أس 3 ناقص 3 تي أس 2 زائد 1 أكبر من أو يساوي الصفر. هذه المتفاوتة المزدوجة تعني بأن مهما يكون X ينتمي إلى المجال E، 1 مقسوم على كوسينوس مربع لX أكبر قطعا من الصفر. بما أن كوسينوس يحقق هذا الشرط، مهما يكون تي ينتمي إلى المجال صفر 1 كوسينوس ينتمي إلى هذا المجال، فهذا يعني بأن 2 في كوسينوس أس 3 لX ناقص 3 في كوسينوس أس 2 لX زائد 1 أكبر من أو يساوي الصفر. عوضت تي بكوسينوس X، وهذا يعني بدوره بأن مهما يكون X ينتمي إلى المجال E، F بريم لX أكبر من أو يساوي الصفر، لأن 1 على كوسينوس مربع لX أكبر قطعا من الصفر، وهذا التعبير موجب. موجب في موجب قطعا يعطي موجب. إذن نستنتج بأن الدالة F تزايدية على المجال E. السؤال الأخير لنبين بأن لكل X من E 2 سينوس X زائد تانجنت X أكبر من أو يساوي 3 X. بما أن الدالة F تزايدية على المجال E، فهذا يعني بأن لكل X من E F لX أكبر من أو يساوي F لصفر. F لX هي 2 سينوس X زائد تانجنت X ناقص 3 X، و F لصفر هو صفر. المرحلة الموالية نقوم بتحويل ناقص X للطرف الثاني لتصبح نقوم بتحويل ناقص 3X للطرف الثاني لتصبح 3 X. إذن مهما يكون X ينتمي إلى E، 2 سينوس X زائد تانجنت X أكبر من أو يساوي 3 X، وهذا هو المطلوب. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى قادم الفيديوهات بحول الله.